بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا والأرض وضعان الأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر
لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام فبأي آلاء ربكما تكذبان
تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف
جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.